أحييكم أصدقائي أينما كنتم متابعين قناتي جاسم قطيش رحل في أوروبا. أحييكم من العاصمة الفرنسية باريس، ويسعد أوقاتكم متابعيني وأحبابي. أحييكم أصدقائي متابعين أينما كنتم من العاصمة الفرنسية باريس، من أمام هذا المعلم الرائع، العاصمة الفرنسية، الكنيسة الرائعة في حي بيرباس. الحي يجمع الجزائريين والمغاربة والأفارقة في هذا الحي الرائع، حي بيرباس. أحييكم أصدقائي متابعين العاصمة الفرنسية باريس. هاي جزء
ظاهر أمامكم من العاصمة الفرنسية باريس. Advokate, tu pariške Hrvate koji su... أنا بداخل الكاتدرائية العاصمة الفرنسية باريس، تقع على تلة مرتفعة
في حي بيرباز العاصمة الفرنسية باريس. Stagli un po'? Bravissima, così, perfetto. Poi fai il picco. Ok. Thank you.
أحييكم أصدقائي أينما كنتم متابعين من العاصمة الفرنسية باريس. هاي برج إيفل من أمامي مباشرة يحييكم. من عاصمة النور I did a masterpiece. I knew it. It's gonna be a masterpiece. You know what is the secret to do a good art? Draw just good people. Yeah.
Not the one that has a roof, because the black one. This is just near. To the left.